يا صباح الخير، عاملين ايه؟ بصوا، عايزة اوضح حاجة بس للكورسز بتاعة الادلتس، الناس الكبيرة. الكورسز نوعين، في كورس اللي الناس كلها عارفاه اللي انا باخد فيه speaking, listening, grammar, vocab، اللي انا بعمل improving للانجليش بتاعي، ده متفقين عليه وده موجود في كل حتة، ومش ده اللي انا بعمل عشان الفيديو. في نوع تاني من الكورسز كتير قوي parents بيسألوني عليه، وكل ولية امر بتيجي تطلبه مني بتحس ان هي اول واحدة تطلبه، وهل في الاوبشن ده ولا مفيش؟ بيبقوا مستغربين. فحبيت اعمل الفيديو ده بس عشان افهمكم ان الكورس ده متاح. الكورس ده عبارة عن ايه؟ كل ولية امر مش عارفة تواكب ابنها في المذاكرة، او مثلا مش فاهمة الواي الجديدة بتاعت الفونكس، او ازاي ابدأ ستيب باي ستيب مع ابني عشان ادرسه صح. في الكورس ده، الكورس ده بيأهلك انك تبقي زيك زي ابنك، بتاخدي كل حاجة هو بياخدها، بس طبعا الأفريج بتاعنا او الحاجة اللي ممكن ابنك ياخدها. طيب ايه بقى المحتوى بتاع الكورس ده؟ الكورس ده بيأهل كل ولية امر انها تكون التيتشر بتاعت ابنها في البيت، مش محتاج ياخد سيشنز او ياخد كورسز مع حد، هي ممكن تدير ده في البيت، او لو هو بيشتغل مع حد وهي عايزة تواكب مع المذاكرة. بيكون في ايه الاول من تحت خالص، بيعرف او الام بتعرف الليترز والساوند اوف ذا ليترز، كل حرف بتعرف الصوت بتاعه، بتعرف ازاي تعمل بلاندنج، ازاي تعمل سبيلنج، ان اي ولية امر اوكي بتعرف تقرا الورد، بس ابننا مش بيقرا الكلمه كده، ابننا لازم بيعمل سبيلنج الساوندز بتاعت الورد عشان يعرف يقولها، فبنتعلم الطريقه دي. بتاخد الشورت فاولز، بتاخد اللونج فاولز، الطريقه بتاعتي علشان اقرا الحروف صح، مخارج الحروف تكون صح ازاي، اللونج فاولز زي الماجيك اي. بتاخد كمان السايلنت ليترز، امتى الحرف ده بيكون سايلنت، الديجرافس، البي اتش، السي اتش، الاس اتش، سو اون. السيلابلز، ولو قابل ابني كلمه كبيره ازاي يقسم الكلمه دي ويقراها صح، كل ده بنتعلمه. الكورس ده للولاد بيبقى اسمه كورس فونكس، بيقعد فتره كويسه. بالنسبه لوليه الامر بياخد 2 سيشنز 4 سيشنز، ده لما نبقى يعني ايه احنا ما كناش فاكرين حاجه وبنبدا من الاول خالص. المرحلة اللي بعد كده بتبدأ ولي الأمر أو ولي الأمر يشتغل، يعني إيه noun، يعني إيه verb، يعني إيه pronoun، يعني إيه adjective، يبدأ يفهم إيه الفرق ما بين كل كلمة والتانية، إيه الرول الصح عشان أكتب sentence صح في الإنجليش، إزاي أفرق بين ال present وإزاي أفرق بينه وبين ال past وال future. بنبدأ ناخد ال essentials بتاعت ال grammar كلها، كمان ال based words اللي ممكن ابننا يقابلها في حياته او في الفتره الجايه في الجونيورز مثلا، عشان ابقى مواكب كل ده، بعرف اقرا الكلمات صح، لان دي مشكله بتقابل اولياء الامور، تقول لي انا ابني بيصلح لي النطق او بيقول لي الميس ما نطقتش كده، فاحنا بنصلح كل ده. وكل ده بيكون مدعوم بماتيريال، ورق بيتبعت لك، وكمان فيديوز عشان انت شغاله مع ابنك تطبقي كل حاجه احنا قلناها، لان احنا في شغلنا بنعتمد على الجيمنج والاكتيفيتيز اكتر من ان انا احفظ الكلمات، فاحنا اوريدي بنبعت لك الحاجات دي تبقى معاكي. الكورس بتاعنا متاح اونلاين، الوقت بتاعنا بيبقى لطيف جدا، بنختار وقت مناسب، لو مثلا عندك بيبي صغير فمش بتعرفي تقعدي وقت طويل، احنا بننسق ده كله سوا. اسألونا على تفاصيل الكورس، هتستفيدوا جدا، مستنياكم.